السلام عليكم طلاب. عليكم السلام دكتورة، شلونكم؟ الحمد لله مليحين، انت شلونكي؟ الحمد لله، الله يحفظكم، الله يوفقكم ان شاء الله. نبدأ اليوم بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. طبعا سألوني على المتبقي من مواضيع، قلت لكم انا ما عرف ذكرتوها يجوز بالمحاضرة السابقة، من المواضيع للأدوية لمادة الفارماكولوجي. أنا اخترت لكم المواضيع الأكثر يعني close to يعني dentistry، اللي هي أكثر مواضيع تستفادون منها. ولهذا وما ظل لنا يعني نحن 3 أسابيع بقالنا وتنتهي السنة الدراسية، فحاول أنطيكم إن شاء الله المواضيع اللي تستفادون منها، والله يوفق الجميع إن شاء الله. والكل أعتقد المتبقي من المواضيع يعني سهلة إن شاء الله. زين، فنبدأ على بركة الله. موضوعنا اليوم Antimicrobial Drugs. Antimicrobial Drugs chemotherapy, the use of drugs to treat disease. Antimicrobial drugs interfere with the growth of microbes within a host. An antibiotic substance produced by microbe that in small amounts inhibit another microbe. فإذا الميكروبيال drugs هي عبارة عن drugs يعني أغلبيتها مصنعة interfere with the growth of the microbe within host. أما الأنتيبيوتيك فهي عبارة عن substance تنتج من قبل microorganism that in a small amount inhibits another microorganism. Then, selective toxicity, a drugs that kill harmful microbes without damaging the host. يعني يكون specific للharmful microorganism، فقط يعمل killing للmicroorganism بس ما يأثر أو ما يعمل دامج للهوست اللي هو للهيومن بودي تشو. زين، أكو قاعدة لازم نفتهمها قبل ما نبدأ بالشرح، أنه أي مايكرو أورغانيزم تدخل إلى الجسم، إذا كان ونحن مثلا دخلت المايكرو أورغانيزم، إذا كان الستركتشر مالتها ما تشو ماله أو نير تو ذا هوست تشو أو يعني هوستيل، فإذا يتشابهون يكون مور سايد إفكت. السايد إفكت من أنت تنطي أنتي مايكروبيال دراجز هذا النوع من المايكرو أورغانيزم يكون السايد إفكت كثير. ليش؟ وإذا كانت يعني ديفرنت فروم هوست سيل يكون السايد إفكت قليل. ليش؟ أنت من تنطي الأنتي مايكروبيال دراجز أو الأنتيبايتيك، إذا كان الخلايا متشابهة البودي مع الميكرو أورغانيزم الديستينغويش التمييز بيناتهم بالنسبة للدرج المستخدم يكون very difficult. يعني ما مثل ما أنت مثلا عندك خلايا متشابهة يجي للدرج، إذا متشابهة هو راح ينطي هو ما يعني أشون التمييز بيناتهم شوية صعب، فإذا التأثير راح يكون على النورمال والأبنورمال، فهو بذلك يصير سايد افكت كثير. اما اذا التشو سيل مال مايكرو اورجانيزم او المايكرو اورجانيزم سيلز تكون ديفرنت فروم ذا هوست سيل تختلف عنه، فالتمييز يصير اسهل، يصير سيلكتيف، يعني واضح انه هذا يختلف عن هذا، فالسايد افكت يصير اقل لانه راح يصير التاثير فقط على المايكرو اورجانيزم. مفهومه هاي القاعده طلاب؟ مفهومة هاي القاعدة؟ نعم دكتورة. زين، microbial source of antibiotic، اشن هي السورس مال microbial اللي هو المايكرو اورجانيزم والانتيبايتيك. ما قلنا الانتيبايتيك اصني اشن السورس ماله، الاصل ماله عبارة عن مايكرو اورجانيزم تنتج small amount of يعني antibiotic، وهذه تقتل يعني another microorganism. زين، فإذا عندنا الأنواع الجرام بوزيتيف روتس اللي هي مثال باسيلس سبتايلس
اللي هي مثل البوليمكسين والباكتريسين. هذه انواع الجرام بوزيتيف رودز، وهي الانتيبايتيك اللي تنتجه. عندنا الفاميلي مال الجرام بوزيتيف والفاميلي مال اكتينومايسيتس، وعندنا الفنجاي مثل السيتوبروميسيس نودلز. ايش تنتج لنا؟ تنطينا الانفوتريسين بي والكلورونفينيكول وبقيه الارثروميسين نيومايسين ستريبتوميسين. اما الفنجاي اللي هي سيفالوسبورين سبيشيز، هي اللي تنطي سيفالاتوستين وبنسلين، بنسلين نوتيتيوم اللي ينطي البنسلين. فهاي الجروبات الثلاثة من المايكرو أورغانيزم اللي هي الجرام بوزيتيف والأكتينومايسينز والفنجاي تنطينا الأنتيبايتيك المشار إليها. هذه الجروبات، هذه الجرام بوزيتيف والأكتينومايسيتس وهاي الفنجاي اللي تنطي هذه الأنتيبايتيك. لأن إيش قلنا؟ قلنا الأنتيبايتيك من وين تنتج؟ تنتج ناتشورالي من مايكرو أورغانيزم، يعني هي اللي تعمل سكريشن أو برودكشن للأنتيبايتيك فور سبيسيفيك أنذر مايكرو أورغانيزم، يعني هي تقتل نوع آخر من المايكرو أورغانيزم. زين دكتورة، هاي نحفظها؟ يعني تطلعون عليه، إيه لازم راح تجيكم متكرر، ولهذا راح تحفظوها من التكرار. يعني هذه هي ثلاث عوائل، أنتم أهم شيء، أنتم بكل مثل ما قلتوا بكل هاي أهم شيء تحفظون الهيد ماله. زين، بس أنتم أشون أنتم راح تحفظوها، أنتم أشون تعرفون؟ أنا أقلكم مثلا سيتروبتومايسيس إريثيتوس، هذه أشون تعرفوها؟ أنتم أصلا هي كلها نفسها مكررة، فأنتم تعرفون هاي من الأكتينومايسيتس. زين، وكذلك جرام بوزيتيف هو اثنين باسيلس، والفانجايل نفس الشيء. الانتيبايتيك سبيكتروم اوف اكتيفيتي، اشني الانتيبايتيك سبيكتروم اوف اكتيفيتي؟ يعني مدى فعالية هذا الانتيبايتيك، يعني على اي مايكرو اورغانيزم يشتغل هذا الانتيبايتيك، على اي مايكرو اورغانيزم او انتي مايكروبيال، على اي مايكرو اورغانيزم يشتغل المدى ماله. عندنا هذا الجدول مهم تنتبهون علينه، شوفوا انتبهوا. مثلا عندنا السيتربتومايسين، هذا السيتربتومايسين وين شغله يكون؟ على ايش السيتربتومايسين؟ السيتربتومايسين على جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف والمايكوبكتيريا، يشتغل على هذه الفث، يعني ثري فاميليز اوف ذا مايكرو اورجانيزم اللي هي من ضمن الايش البروكاريوتس والأيوكاريوتس. هاي من يعرف منه؟ كن يعني كن قريتما قبل، من يعرف الفرق بيناته؟ بداية النوع، بداية الحياة، عفية بداية الحياة، وبعدين يعني متطورة، يعني عندك خلايا، عندنا نواة حامضية هاي. ما شاء الله، عفية الإكسلنت. منو بداية النواة؟ هاي أول مرة الأولاد يستجيبون. الاسم حتى نسجل لكم درجات. الاسم محمد عبد الصمد. محمد عبد الصمد، لأنه صراحة الأغلبية البنات، وأنا أقول الأولاد وينهم نزيدهم درجات. بس إن شاء الله الكل شطار ما شاء الله. فإذا أنتم تعرفون الفرق بين البروكاريوت والأيوكاريوت. فإذا نقول مثلا البنسلين، البنسلين على إيش تشتغل من الجدول؟ على إيش؟ على إيش تشتغل؟ من يعرف؟ جرام بوزيتيف، على جرام بوزيتيف بكتيريا. زين، التتراساكلين على ايش يشتغل؟ هتشوفون السهم ماله من وين الصبي يبدي الى وين؟ جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف والكاليميديا وريكتس اللي هو مال شلل الاطفال. فاذا هذا زين، هذا ايش نعتبره؟ يشتغل على ثلاث عوائل، ايش نعتبره؟ سبيشال يعتبر، يعني ما سبيشال، اكو برود سبيكترم، يعني الشغل ماله واسع، وأكو نارو سبيكترم يشتغل على مثل الأيوزونوزايد، هذا اللي بق فقط يشتغل على المايكوبكتيريا. فإذا هذا يعتبر برود وهذا نارو. نارو سبيكترم يعني مدى شغله قليل محدد، وهذا واسع. زين، مثل عندنا الأيوكاريوتس اللي هي الفنجاي كيتونوزول، هذا فقط يشتغل على الفنجاي. البروتوزوا الميفلوكوين، زين، أو اللي هو مال ملاريا. وعندنا الهلمينثس اللي هي ايش معناتها الهلمينثس؟ انه يعرف الهلمينثس ديدان، الديدان. فاذا
نيكلو سوميد. هذا يعني المدى ماله عتشوفون نرو ليميتد محدد، هذا ليميتد هذا ليميتد. الفيروس الانتي فيروس فقط عندنا الاساكلوفير وعائلته، الاساكلوفير فقط اللي انتي فيروس زين. فاذا هذا السبيكترم، مفهوم السبيكترم اشني يعني كل دواء على اي عوائل يشتغل من المايكرو اورجانيزم زين. دكتور الستريبتومايسين ايه ستريبتومايسين ايه ايه يشتغل على المايكروبكتيريا والجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف. لا لا الى لا تشوفون السهم فقط، الجرام نيجاتيف ما له علاقه، البوزيتيف ما له علاقه. تم زين. دكتورة التتريساكلين هذا اللي يعمل تبقعات بالأسنان بالضبط بالضبط، هو هذا هو هذا هو هذا ما غيره زين. Antimicrobial drugs antibiotic substance produced by microorganism that هاي إعادة in small amount inhibit the growth of another microbe زين. الantibiotic producing microbes include هاي العوائل اللي قلنا عليها الموجودة بالجدول نفسه، هاي إعادة للجدول. هذا الشرح ما الجدول، أي جدول هو؟ نطلع لكم الجدول، هذا الجدول هذا الجدول الجدول، نرجع نعيد الشرح، هذا شرحه زين. اللي قلناها جرام بوزيتيف رودز وفنجال واكتينومايسيتس زين. الباسيلاس سبتاليس اللي هي بكتيريسين، والفنجل البنسيلين نوتاتيوم البنسيلين والسيفالوثين، والأكتينومايسيز اللي هي ستريبتومايسيز فينزويلاز اللي هي كلوروم فينيكول، هاي أمثلة عليها، هاي الأمثلة عليها زين. وهاي البكتيريا اللي تنتج هذه الأنتيبايتك أو الأنتيميكروبيا أو أنتيباي، هذا الأنتيبايتك زين. البكتيريا اللي تنتج هاي أسامي المجموعة الجرام بوزيتيف فانجاي، وهذه اسم البكتيريا، وهذا الدواء اللي تنتجه زين الأنتيبايتيك. مفهومة لي حد هوني؟ مفهومة لي حد هوني طلاب؟ نعم دكتورة. Antibacterials relatively easy to develop and fine with low toxicity because prokaryote cells are very different from host cell. إيش معنى هذا الكلام؟ منه يشرح لي يعني يشرح لي هو ويأخذ درجة؟ ليش ومنهم انتبه انشرح هذا عشان دكتورة اشرحوا لي، وهذه هذا الانتي باكتيريالز اشرحوا لي، وهذا الكلام الاول سطرين منهم منو افتهم دكتورة عليه. مثل قبل شويه مثل قبل شويه لما ذكرتي انه اذا كان عندنا عندنا المايكرو اورجانيزم مشابهه مع الهوست نعم راح يكون ديفرنت، يعني راح يكون السايد افكت كثيره، بينما اذا كانت تختلف هاي الاورجانيزم تختلف عن الهوست راح تكون السايد افكت اقل، يعني الديفرنس راح نقدر نميز بيناتها هو السايد افكت اقل. اكسلنت. بس الاسم هبة احمد ما شاء الله. اكسلنت زين. انتي هيلمينثكس وانتي بروتوزوان اند انتي فانجل دراكس مور ديفيكلت تو ديفلوب بيكوز اليوكاريوتيك سيل ريزيمبل هيومن سيلز. هذه بعكس اللي قبله، انه ما دام انه هي يعني ريزيمبل تشابه مع الهيومن سيلز فاذا السايد افكت اكثر والمور ديفيكلت تو ديفلوب زين. الانتي فايرال موست ديفيكلت زين. منو هاي قلنا الانتي هيلمنثيك والانتي بروتوزوان وانتي فانجل، وشرحنا الانتي بكتيريالز. الانتي فايرال الفايرال وين يشتغل؟ هذه الفيروسات وين صب تشتغل اصلا؟ الفيروسات تشتغل انه مثلا مثل الكوفيد فيروس. ليش انه كوفيد 19 يعني ليش انه مثلا واحد يخاف من يعني يصير عنده رد فعل من الفاكسين، او يصير عنده رد فعل من او عنده سايد افكت يعني توكسيك وممكن يعني يعمل كيل؟ لانه اصلا هو الفيروس ياخذ الانزيمات يعني اللي يستعمل الهيومن انزيم اند ماشينري، يعني ياخذ يا اشون يصير بينه ريبرودكشن يتكاثر اصلا عن طريق الانزيمات الدي ان اي والار ان اي. نعم الدي ان اي والار ان اي، يعني هو يشتغل على الجينات،
على الدي ان اي والار ان اي، ليش ياخذ الانزيمات والنفس الماشينري او الميكانيزم ماله. فاذا most difficult to develop because virus reproduces using host cell enzyme at machinery. فاذا هو الاخطر الانتي فايرال. ليش؟ لأنه هو أصلاً من يجي هو يأخذ الإنزيمات ويأخذ، يعني ما بس إنه مثلاً يعني يشابه similar أو resemble للهيومان سيل مثل اللي قبله، وإنما يعني أكثر إنه host cell enzyme using host cell enzymes and machinery. زين، ولذلك يصير الأخطر والمور توكسيك. زين، the spectrum of antimicrobial activity اللي هي broad spectrum effect against many different types of bacteria مثل اللي شرحناها البرود سبيكتروم اللي هي تاخذ اكثر عدد من الفاميلي مال الميكرو اورجانيزم تشتغل عليها against two يعني both gram positive and negative example tetracycline. النارو سبيكتروم انتيبايوتكس اللي هي effective against subset of bacteria يعني محدد بكتيريا محدده either gram positive or negative example penicillin iso نيازايت اللي هي مايكوبكتيريال أونلي. مفهوم لي هوني طلاب؟ نعم دكتورة. ميكانيزم أوف أنتي مايكروبيال أكشن، هذه الأنتي مايكروبيال أشون تستطيع أن تعمل كيل للميكرو أورجانيزم بأي ميكانيزم أوف أكشن. أنا ما أقللكم دائما أنه أهم شيء يعني بالدرجز أو بالكيميكال ماتيريالز أنتم لازم تعرفون الميكانيزم أوف أكشن ولازم تعرفون السايد أوف أكشن ويصب تشتغل وأشني الميكانيزم أوف أكشن. فسنجعل الميكانيزم أوف أنتي مايكروبيال أكشن طبعا إما البكتيريا have their own enzyme for إما هاي الإنزامات وين تشتغل إما cell wall formation أو protein synthesis أو DNA replication أو RNA synthesis أو synthesis of essential metabolites. تشتغل على إحدى هاي المكانات إما بالcell wall أو بالprotein synthesis أو DNA replication أو RNA synthesis أو synthesis of essential metabolites. زين، أما الفيروس use host enzyme inside host cell. والفنجال and protozoa have one eukaryotes enzymes. زين، eukaryotes enzymes. فإذا هذه الاختلافات اللي هاي البكتيريا ويصب بتشتغل وهاي الفيروس وهاي الفنجل والبروتوزوا. زين، the more similar pathogen and host enzyme that the more side effects the antimicrobial will have. Microbials will have. هاي معلومة معادة أنه اللي أكثر similar to the pathogen and host enzymes that the more side effect. زين، مفهومة لي هوني؟ مفهومة؟ نعم. زين، الأكشن of antimicrobial drugs أشن هي فعالية أو الأكشن للأنتيميكروبيال؟ إما بكتيريوسيدال تقتل الميكروب أو مايكرو أورجانيزم دايركتلي أو بكتيريوستاتيك prevent microbes from growing. إما طبعا هي بالحالة الطبيعية هذه عندنا تتكاثر المايكرو أورجانيزم عاد تتكاثر ماكو أنتيبايتكس بكتيريال ماتبلاينك ماكو من ماكو البكتيريا أشي يصير بيها تزداد. إذا أكو بكتيريوستاتيك أنتيبايتكس أشي يصير بيها prevent bacterial multiplying يعني ما تتكاثر تقف بعددها المحدود. أما إذا بكتيريوسيدل فهي قاتلة للبكتيريا kill the bacteria. زين، هذا الأكشن of antimicrobial drugs. هذا دايرام مهم جدا أنه يوضح لك الميكانيزم of action للأنتيميكروبيال drug وين تشتغل. أول منطقة تشتغل عليها الانهيبيشن of cell wall synthesis اللي هي penicillin, cephalosporin, bacteriocin و vancomycin. هتشوفون وين الشغل بالcell wall. الثاني inhibition of protein synthesis كلورامفينيكول إريثروميسين تتراسايكلين وستربتوميسين. يعني أنا هسه مثلا أقلكم الإريثروميسين وين صب يشتغل وين يشتغل. هسه أجيب لكم سؤال for example يعني the mechanism of action of the إريثروميسين وين صب يشتغل الإريثروميسين الميكانيزم of action والside of action وين يشتغل. فأنتم
لازم تعرفون انه هو يشتغل على البروتين سينثيسيس. زين، يعني very important concept انه تعرف انه هذا وين يشتغل. الكلوروفينيكول سيتربتومايسين تعرف انه يشتغل على البروتين سينثيسيس. زين، number 3 inhibition of nucleic acid replication and transcription guanolines and rifampicin. زين، فهذولي هذه نمبر 3. نمبر 4 injury to the plasma membrane. هتشوفون هذا البلازما ممبرين من يصيغ بينه injury، ايش يصيغ مو مثال علينا بوليمكسين بي، ايش يصير من يصيغ هذه، ايش يصيغوني ليك هذا الليك، ايش يصير البيرمابيليتي النفاذية مال الخلية، ايش يصير بيها تروح. ف يعني الميتابوليزم انزيم والكونتنت ماله كلته يصير بيها يعني اكسفوليشن ويصير لايسيس للخليه. زين، هاي نمبر 3. نمبر 4 هاي قلنا نمبر 4. نمبر 5 انهيبيشن اوف سينثيسيس اوف اسينشال ميتابولايز، يعني عمليات التمثيل يدخل بيها ويثبط لنا انتاج specific materials of essential اللي هي اللي تدخل الأساسية بالميتابولايز مثل سلفونامايد وترايميثبريد. زين، هاي أمثلة عليها. مفهوم هذا الدايجرام؟ مفهوم هذا الدايجرام طلاب؟ واضح؟ نعم دكتورة. زين، antimicrobial mechanism of action inhibition، نجي التفاصيل. cell wall synthesis interfere with peptide glycan synthesis result in cell lysis و low toxicity. ليش low toxicity؟ ليش low toxicity؟ نانو قبل شوية والمثال بنسلين فانكومايسين. ليش low toxicity؟ ليش ما هاي toxicity؟ هذا هاي المجموعة ليش؟ different from تركيب مالك يختلف عن تركيب الجسم الهوست. excellent. زين، الأورثو لا الأذر أنتيبايتيك إن the penicillin family البيتا لاكتام الأمبنسلين وميثيسيلين أوكسيسيلين. الأذر أنتيبايتيكس إن the penicillin family، هاي أنواع البنسلين البنسلين فاميلي بيتا لاكتام الامبنسلين وميثيسيلين واكسيسيلين. زين، انتي مايكروبيال ميكانيزم اوف اكشن انهيبيشن اوف بروتين سينثيسيس اللي يدخل بالبروتين سينثيسيس انترفير وذ بروكاريوتيك 70S ريبوسوم اولسو فاوند ان ميتوكوندريا must have a broad spectrum of activity مثل ايش قلنا broad spectrum مثل تتراسايكلين كلوروفينيكول اريثرومايسين اند ستريبتومايسين. هاي مثلا اقل كي الكلوروفينيكول وين يصيغ السايد اوف اكشن، يصيغ والميكانيزم اوف اكشن انهيبيشن اوف بروتين سينثيسيس. زين، مثل ما ذكرنا. زين، injury to the plasma membrane اللي هي الجروب الرابع بالدايجرام. injury to the plasma membrane cause change in membrane permeability result of loss metabolize or cell lysis many polypeptide antibiotics example polymyxin B اللي هي antibacterial or miconazole اللي هو antifungal. Another type of mechanism of action inhibition of nucleic acid nucleic acid اللي هي DNA والRNA synthesis interfere with DNA replication and transcription may be toxic to human cells example rifampicin and guanolones. ليش more toxic؟ من يعرف شرحناها ليش متشابه بالتركيب؟ لا هاي ما متشابهة. ليش هاي ويصب بتدخل أشون يصير بيها replication؟ ما قلنا هاي أكو أول وحدي منتج مختلف لأنه تكون فايرل لا فايرل ليش أس تستخدم من الجسم تستخدم الإنزيم والماشينري من مال الجسم
زين، يعني هي الفيروس من يجي مثلا يدخل الجسم وهو اشو يصير بينه ريبليكيشن او تكاثر، ايش يستخدم؟ يستخدم الانزيمات مال الجسم، زين، ولهذا يصير مور توكسيك. ايش قد يعني مور كلوز تو ذا هيومن او سيل هوست سيل يصير مور توكسيك. زين، فاذا maybe toxic to the human cells مثل rifampicin وquinolones. زين دكتورة، بالنسبة للنقطة الرابعة يعني النسيا injury بالبلازم برين، أشون يعني هاي هي الـ يعني الانتيبايتك هي اللي تعمله؟ لا لا هو لا أنت الميكانيزم of action مع الأنتي اللي هو الأنتي ميكروبيال تقصدين الميكانيزم اوف اكشن، هو يدخل الكي يشتغل على المايكرو اورجانيزم، هذا السيل مال المايكرو اورجانيزم يشتغل عويصب يشتغل على البلازما ميمبرين ماله. زين دكتور، يعني هو البلازما ميمبرين هو اوريدي انجرد لو هم يعملوا له انجري؟ لا هم يعملوا له انجري. اوكي، لو هو اوريدي انجر يعني ما اكو مايكرو اورجانيزم، بس هو يشتغل على البلازما ميمبرين يعمل له انجري فتزيد البيرمابيليتي ماله، هذا هو الانتي مايكروبيال ميكانيزم اوف اكشن. زين اوكي دكتور، شكرا. Inhibition of synthesis of essential metabolites involve competitive inhibition of key enzyme. عادة من يعرف اول مره قبل ما اشرح لكم الكي انزيم اشني؟ من يعرف الكي انزيم اشني؟ كن وردت عليكم هاي الكي انزيمز؟ كن وردت على احد الكي انزيمز؟ دكتور ما عرفنا نحن، كان الفصل الاول المرحله الاولى والثاني كان الانزيم هو عباره عن قفل ومفتاح واكشي، بس انا يعني ما اتذكر. لا تعرفين الموضوع بالضبط؟ لا هو هذا عاده هو صحيح، انتم زحمي عليكم هذه المصطلحات. الكي انزيم مثلا عندك يعني اي عمليه تمثيل الأكو إنزيم رئيسي بها، يعني هو المفتاح ماله، الكي إنزيم هو اللي يبديها بالجسم، والكي إنزيم يشمل عدة إنزيمات وبعدة عمليات تمثيل بالجسم، فهما يطلق عليهم الكي إنزيمز، هو الإنزيم الرئيسي اللي مثلاً، وعندنا مثال هسه يجي أنه مثلاً الإنزيم الرئيسي اللي يكون الكي الفوليك أسيد بالجسم اللي هو مهم للدي إن أي والآر إن أي لتكوين الدي ان اي والار ان اي. زين، فالانزيم الرئيسي اللي يعني السبستريت الماده، يعني هسه انت مثلا تتعملين مثلا يعني كمثال مثلا انت تعملين يعني كمثال مثلا عام تعملين كيك، الماده الاساسيه ماله مثلا احنا ما نقول بيض وطحين وهاي الامور، فانت الماده الاساسيه الكي الانزيم الرئيسي لهذه لهاي النتيجه اللي تغيديها أشن هي مكوناته، المكون الرئيسي، المكون الرئيسي يعني الإنزيم اللي يفتح هذا التفاعل مالكي أو الميتابوليزم أو العملية التمثيل اللي تصير. زين دكتوري، يعني مثلاً اللايبيز بالفات والأمايليز بالشوكر بالضبط، عفية بالضبط، هكذا هو اللي يحلل الفات ويحلل الليبيد، يعني العفو الفات أو الليبيدز نفسه أو الجلوكوز. زين بالضبط، هي هاي يطلقون عليها الكي إنزيم، يعني هو مصطلح عام يطلق على كل الأنزيمات اللي يبدأ بها الـ يعني الميتابولايز أو عملية التمثيل. زين، فإذا closely resemble substrate of enzyme. Example: sulfa drugs inhibit the synthesis of folic acid, which is necessary for DNA and RNA synthesis. زين، فيقول هذا السلفا دراج ايش يعمل؟ انهبت يثبط صناعه الفوليك اسيد اللي هو ضروري للدي ان اي والار ان اي. زين، هذا كمثال. فاذا نحن ايش نقول يعني فايش نعتبر مثلا هسه يجيكم المخطط نشرح علينا ازيد. ها بعد المخطط هوني، لا بعد اخلي خلينا نرجع. فالمهم هذا كمثال سلفا دراج انهبت ذا سينثيسيس اوف فوليك اسيد ويتش از نيسيسري فور دي ان اي اند ار ان اي سينثيسيس. فاذا المركب الرئيسي اللي من خلاله تكونين انذر كومباوند.
زين؟ يعني المركب الرئيسي اللي يعني نقدر نكون منه المركب المرجو الحصول عليه. زين؟ Inhibitors of cell wall synthesis. Antibiotics. Effects against mycobacteria. Interfere with mycolic acid synthesis or incorporation. This process inhibits the synthesis of mycolic acid, which required for mycobacterial cell wall. فإذا mycolic acid ضروري لتكوين المايكوبكتيريال سيل وول. فإذا أي الانتيبايتيك افكت اجينست مايكوبكتيريا انترفير وذ مايكوليك اسيد سينثيسيس اور انكوربوريشن. هاي العملية تثبط this process inhibit the synthesis of mycolic acid which required for mycobacterial cell wall. عندنا مثال على الانتيميكروبيال يعني انتيميكروبيال اللي يعمل inhibitor of cell wall synthesis اللي هي ايزونيازايد is bacteriostatal to rapidly dividing mycobacteria, but is bacteriostatic if the mycobacterium is slow growing. نشرح هذه لهذا السلايد. عندنا هذا المثال. أنتم افتهمتم القاعدة ما السيل وول. يعني المين سبستريت of cell wall synthesis يدخل بيها هذا الانتيبكتيريال اللي يعمل inhibition أو inhibitor of cell wall synthesis. مثال عليها على هذا الانتيميكروبيال drug isoniazid. هذا الايزونيازيد يقول إذا أكو يعني بكتيريا أو مايكرو أورغانيزم يصيغ بيها rapidly dividing اللي من النوع اللي انقساماته سريعة, هذا الدرج أش يعمل؟ يشتغل كم بكتيريو سيدر. أما الأيزونيازيد إذا عطيته لبكتيريا يعني slow growing الانقسامات الديفايدنج بيها سلو, فايش يشتغل؟ يشتغل بكتيريو استاتيك, يعني هوني بكتيريو سيدر يقتل البكتيريا السريعه الانقسام. اما البكتيريا البطيئه الانقسام فايش يشتغل؟ يعمل له بكتيريو استاتيك يوقفها. زين, مفهوم هذا السلايد؟ نعم دكتورة. Isoniazid may cause side effects. Diarrhea, vision problem, eye pain, numbness of tingling or tingling in the hands and feet, skin rash, fever, swelling glands, sore throats, unusual bleeding or bruising, or stomach pains or tenderness. زين, ننتقل على another antibacterials, antimicrobials drugs اللي هو sulfonamide. AKA sulfa drugs. ما معنى AKA؟ منو أحد كان اطلع على هذه هذا المصطلح؟ دكتورة يعني known as. Also known as. Also known as. ما شاء الله. Excellent. Also يعني إيش معناته؟ معروف به. اسم ثاني. دكتور يعني اسم الثاني. ممتاز. الاسم. اسمه. سعد رعد. سعد. رعد. Excellent. السلام عليكم.
السلام عليكم طلاب، معي. السلام دكتورة. عليكم السلام دكتورة. رجعنا. المهم فعدنا ال خلينا نعمل فول سكرين. السلفونامايدز اللي هي الاسم الآخر اللي هو السلفادراكس. سلفادراكس effect against broad range of microorganisms block a specific step in biosynthetic pathway of folic acid, interfere with paraaminic benzoic acid and folic acid formation, thereby destroying bacteria. هذا السلفونامايد طبعا هو الترايميثبريم، هذول الاثنين يدخلون بالفوليك اسيد فورميشن. السبستريت المين سبستريت المادة الأساسية اللي هي البارامين بنزويك أسيد يدخل، هو يعني من ضمن اللي المادة الأساسية للفوليك أسيد فورميشن. فالسلفانومايد من ننطي سلفانومايد يعني أش يعمل؟ بلوك سبيسيفيك ستيب إن بايو سينثيتيك باثوي أوف فوليك أسيد. زين، ف يعني يدخل بهذه الميكانيزم. فنشوف المخطط أشني الشغل يكون عبارة عن competitive inhibitor sulfonamide اللي هي sulfa drug inhibit folic acid synthesis broad spectrum اللي هذه مكان هذا الريسبتر ماله competitive inhibitors action of enzyme inhibitors. زين، أما كانوا يجي هذه another diagram. المهم أنه تعرفون النورمال binding of substrate، هذا النورمال substrate الactive site، هذا الإنزيم الcompetitive inhibitor، هذا يجي مكانه يعني يتنافس على receptors action of enzyme inhibitor ويعمل enzyme inhibitor. زين زين، عندنا هذا المخطط اللي هي هذا البارامينو بنزويك أسيد. هوني هو يعني هذا يتحول إلى دايهيدروفوليك أسيد. فإذا عطينا السلفونامايد فأش راح يصير؟ هذا السهم المتقطع. أش يعني هذا السهم المتقطع؟ أش يعني هذا السهم المتقطع؟ إنهيبيشن. زين، فاذا هي مثنين السلفونامايد والترايميثبرين. زين، هذا هم هذا انتي مايكروبيال وهذا انتي مايكروبيال، هذا يشتغل بهذا السايد ماله. السايد ليش اقلكم السايد اوف اكشن مهم؟ هذا السايد ماله بين البارا امين بنزويك اسيد وبين الداي هيدروفوليك اسيد، هذا يوقف التحول هوني. زين، وهوني الترايميثبرين هاي نفس الشيء، ما يعني الداي هيدروفوليك أسيد ما غاح يتحول إلا تترا هيدروفوليك أسيد، وبالتالي البريكورسر اللي هو الأصل مال بروتين دي إن أي وآر إن أي كل هذا يتوقف، ويتوقف إنتاج الدي إن أي. هذا الكلام كله ويصبه ويصب عيصيغ من يعرف هاي الميكانيزم كله وين عاد تحدث؟ وين عاد تحدث؟ وين عاد تحدث؟ هذه أشني الميكانيزم مال منو؟ اللي عن نقول عليها بالدي ان داخل البكتيريا. داخل البكتيريا. ها؟ بالإنزيم. بيش ويصب؟ دكتورة بداخل البكتيريا. بالضبط، إكسلنت، هو داخل حتى تعرفون هذا الميكانيزم وين عايصيغ. لأن نحن هذا من إحدى الميكانيزم أوف أكشن اللي يشتغل على الدي ان اي والآر ان اي. اللي هو أشني اسمه الدواء السلفانامايد أو تراي ميثوبريم. زين، مفهوم هذا الدايجرام؟ مفهوم. وهذا الكيميكال كومبوزيشن السلفانامايد والتراي ميثوبريم. زين، مفهوم لحد الآن طلاب؟ مفهوم دكتورة. سلفانامايد سايد افكتس rash, nausea, drug fever, vomiting, jaundice, blood complications, kidney damage. زين، هذا السلايد مهم جدا جدا جدا. Criteria for the evaluation of quality of antimicrobial drug use. إيش هي المعايير أو
القواعد اللي منا ننطلق انه نختار هذا الانتيميكروبيال ما غيره. اشني هي المعايير او المقاييس اللي ناخذها في نظر الاعتبار for evaluation of the quality of antimicrobial drug use. زين significant data in the records for evaluation. قبل الكل لازم معلومات كاملة من الـ patient, الـ history, medical history, الـ age, الـ sex, الـ medical disease, الـ systemic disease, الـ medical history, الـ sign and symptom. يعني all of this information must to report, يعني registered on the case sheet. حتى من خلاله أنه تعرفون تقررون the antimicrobial drug use. زين indication for antibiotic therapy prophylaxis is an antibiotic justified appropriate choice of antibiotic side and alternative agent consideration اللي هي ال efficiency efficacy اللي susceptibility و antimicrobial activity toxicity allergic reaction ال cost الspectrum اللي قلنا عليها إما نورو أو broad spectrum appropriate duration المدة too long too short أش قد تريدون تستعملون هذا الانتيميكروبيال appropriate pharmacokinetic considering اللي هي ويصب لازم ليش نحن نعرف لازم الإليمينيشن مال الدرج الميتابوليزم مال الدرج هاي كلتها مهمة. مثلا إذا كان يعني مثلا عنده مرض بالليفر أو شيء ما يستمثل أنه دواء أنه راح يستغمتبلايز بالليفر. Excellent. بالضبط هي هذه اللي هسه نجيها بالسلايدات الجاية أنه يصير مثلا ليفر توكسيسيتي أو كيدني توكسيسيتي هاي نحن من ننطي درج هو الإليمينيشن ماله مثلا بالكيدني وهو أصلا عنده ديسفانكشن كيدني ديسفانكشن أو كيدني ديزيز فيصير توكسيسيتي. زين فإذا الأبروبريت ديوريشن اللي هي تو لونج تو شورت أبروبريت فارموكوكينيتكس كونسيدريشن الدوز والإنترفل والروتس الجرعة وكم مرة والطريقة أبروبريت تايمينج أي وقت مناسب ياخذه قبل مثلا قبل الاكل بعد الاكل في منتصف الاكل او too early before culture are taken يعني نحن ممكن ننطي هذا الانتيميكروبيال قبل ما يصير كلتشر لو يصير ريزيستنس لو بعدين ما ننطي نغيره لان يصير عندنا بودي ريزيستنس زين على ما تطلع الكلتشر انه هذا غير انتيميكروبيال فاذا هاي كلها من يعني ناخذها من الميديكال هيستوري too late example surgical prophylaxis after incision مرات انه مثلا too late ليش too late يعني بعد ما مثلا البيشنت عنده يعني operation فنحن بعد ما نخلص السيرجيكال operation ننطي الانتيميكروبيال ليش مثلا يعني for يعني خاصة انه مثلا for prophylaxis of from contamination او infection زين فإذا هذا السلايد كلش مهم أشون تختار الانتيميكروبيال دراج يوز هذه المعايير الأساسية أو الرئيسية لاتخاذ الانتيميكروبيال دراج يوز safety concern with use of with the use of antimicrobials أشني هي يعني المعايير أو الأمان لاستعمال الانتيميكروبيال التوكسيسيتي مثل ما قلنا هسا الكيدني اللي يعني نخاف لا يصير كيدني دامج أو ليفر دامج أو بون مارو اللي هي بالكلورامفينيكول أو بلاستيك أنيميا الانتر أكشن with other medication نحن لازم نعرف حتى نعرف الانتر أكشن if this drug have any interaction with another وخاصة يعني يصير مع الدرجز اللي عنده long duration أو use for long time مثل الكونتراسيبتيف بيلز زين الهايبرسنسيتيفيتي رياكشن اللي هي الانفلاكتيك رياكشن تو بنسلين او ترايبل انتيبايوتيك اوينتمنت راش والنيومايسين بي الفيتال دامج اند ريسك فيتال دامج اند ريسك تو بريجننت وومن اللي الادويه اللي افكتس اون ذا بريجننت وومن اند ذا الفيتس اللي هي تيتراسايكلين كوز ديسكولوريشن اوف تيث ان تشيلدرن اند ماي كوز ليفر دامج ان بريجننت وومن فلوروكوينول كوانالونز may cause cartilage damage. Dysbiosis
منو يعرف اشنو الديسبايوسيس؟ منو دكتور يعني هذول ياخذوا من الانتي بايوتيك كثير يعني كمية كبيره بجسمهم انه ديسبايوسيس بوست هذول اللي متعودين على يعني يقح ياخذ انتي بايوتيك, غاسه يوجعه ياخذ انتي بايوتيك, اسنانه توجعه ياخذ انتي بايوتيك, يعني ديس يوزد ما يعرف يستعمل الانتي مايكروبيال دراج او الانتي بايوتيك زين. فهذا ايش يصير عنده؟ يصير عنده بادي ريزيستنس هاي, وما عاد البكتيريا تقاوم هاي الانتي بايوتيك يعني ما بعد تستجيب, ما تستجيب ناقص الجسم بحيث انه لازم يعوضه بغير شيء. فمثلا ياخذ يعني شيء احنا ما يعني يمكن عندنا بالقولون بس شيء اسمه بريبايوتيك هذا ياخذونه حتى يعززون البكتيريا الاصليه الموجوده بالجسم يعني الهيلثي يعني بكتيريا. اكسلنت البكتيريا المليحه. اكسلنت الاسم, الاسم دكتوره صفا سعد. صفا ما شاء الله شاطره صفا. اي فاذا هذا اللي اثر على النورمال فلورا اوف ذا بودي فيقتله, كيلز نورمال فلورا causing various symptoms such as diarrhea, digestive problem, constipation, or gas, or yeast infection. extra. فأش يقول يعني العلاج لهذه الحالة أنه يعني مثل patient يجيك عنده fungal infection, heavy fungal infection. أنت لازم تسأله يا أبو هاي ليش صارت؟ تأخذ antibiotic لأنه antibiotic some of them cause this type of infection. فإذا اللي يعزز أو اللي يعمل treated this case اللي هي أنه probiotics and antifungal can help المواد اللي تعزز الفلورا الطبيعية للجسم أو تعوضها زين, يسموها probiotics materials زين. antibiotic resistance multiple antibiotic resistant is becoming a huge problem. عندنا أكو مصطلح يسمى MRSA اللي هو ميثيسيلين ريزيستنس ستاف كوكس أوريس. هذه الميثيسيلين أنتي مايكروبيال إذا ما اشتغل على مريض معين هذا ما راح يشتغل علينه أي أنتي مايكروبيال دراكس زين, وبهذا يصير عنده يعني هيوج بروبلم. ليش؟ لأنه واحد يعني أشون يبدي يخاف أنه يصير عنده إنفلاميشن أو إنفكشن, لأن إذا هذا ما اشتغل علينه ما راح يشتغل علينه أي أنتي مايكروبيال آخر زين. سؤال استفسار, أي سؤال عن المحاضرة, أي سؤال عن المحاضرة, أي سؤال طلاب عن المحاضرة, اي سؤال اي استفسار طلاب؟ اذا هذا ما اشتغل ما راح يشتغل عينه انتي مايكروبيال يعني شنو السبب؟ هو هذا جين يعني جينيتك ديس اوردر مثل يعني مثل اكو مثلا اكو سم كيسز تجي بالانستيزيا. ليش اكو مثلا يعني يموتون بالانستيزيا؟ اكو ناس يعني specific مو general أكيد أنه مثلا عندهم حساسية من نوع من الـ combination مع general anesthesia وعندهم يعني severe hypersensitivity, ولهذا يعني ليش يقول لك مثلا مات بالتخدير أو مات بالعملية لأنه هي من هذا السبب أنه يعني عنده حساسية يعني شغلة genetic, شغلة genetic يعني مو شغلة normal وإنما شغلة genetic زين. هذا نفس الشيء, هذه الحالة هم جينيتيك هاي الصيغ أنه هذا إذا عنده حساسية من هذا الأنتي مايكروبيال هذا عنده حساسية من كل الأنتي مايكروبيال ومن كل الأنتيبايتيك, وبهاي الحالة يعني أي إنفكشن أو أي إنفلميشن ممكن يعتبر بالنسبة اللي هو فيتر زين. تمام دكتور عاشق العايش. بعد سؤال استفسار نطلع ناخذ الغياب أش عدكم أي سلايد ما افتهمتم ونعيده؟ دكتور يعني ايش نعالجه اذا احنا يعني ما يستجيب لاي انتيبايوتيك؟ ما هي ليش هو يعني هو مثل من الرير كيس, من الرير كيس يعني مثل هذا اللي مثلا ابو الايدز فد مره يعني لو فيري لو اميونيتي
بحيث الكومون كولد العادي تموته. هو هذا السبب. هاي جينيتيك يعني جينيتيك يعني ما طفرات طفرات وراثية. شكرا دكتورة. أهلا وسهلا. أكو سؤال سلايد ما افتهمتموه؟ على العموم إن شاء الله بضل لكم 3 محاضرات وتخلص النظري والعملي هم إن شاء الله وتركزون على هاي وإن شاء الله ظلت مواضيع كلها يعني كلش كلوز من الدينتسري حتى وتستفادون منه إن شاء الله. وأي استفسار أي شغلة عندكم على التليجرام إن شاء الله. يعني دكتور أبقل 3 محاضرات إن شاء الله؟ 3 محاضرات هو نهاية الشهر تخلص تخلص السنة الدراسية. ماكو سؤال نطلع من السلايد شير ناخذ الحضور مالكم؟ اي دكتور ها هي. الله يبارك فيك. اجمعين الله يحفظك. يلا الله يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم.